السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وعد عليكم الأيام بخير يا رب العالمين، وبلغكم شعبان ورمضان على خير، وجمعة مباركة عليكم وعلى أمة محمد يا رب العالمين، ويملأ بيوتكم بالهنا والسعد والفرح والخير يا رب العالمين. بس حابين النهاردة أتكلم عن رؤية الميت في المنام أو المتوفي في المنام. لو شفت المتوفي جالك ساكت في المنام، اعرف وبهزلك راسه، اعرف ان هو كان ميت على غير وصية، يعني ما لحقش يوصي حد، كان نفسه كان في حاجة عايز يقولها ومش لحق يقولها، فبيجيلك على طول ساكت. طيب لو شفت ان المتوفي جالك بيبتسم وبيضحك لك، اعرف على قد الابتسامة اللي هو ضحك لك في خير جاي لك، وعلى قد الابتسامة دي انت هتبتسم زيه وهتضحك زيه وتبقى فرحان زيه بالظبط، هو ببشرك بشرى ليك. طيب لو شفت ان المتوفي جاي بيبكي، اعرف على طول ان في حاجة تحصل عندك زعل او اي حاجة وهتبكي زيه، هو بنبأك لشيء هيحصل. طيب لو واحدة شافت امها شايلة طفلة متوفية، يعني امها المتوفية شايلة طفلة او قاعدة مع اطفال كتير، او ابوها او زوجها او اي حد متوفي وقاعد مع اطفال كتير، بيبقى من الابرار عند ربنا، يبقى هم الناس الابرار عند ربنا. طيب لو شفت ان الميت جاي بيتكلم معاك، اعرف ان في حق هيوصل لك، لان هو في دار الحق، يبقى الكلام ده في حق هيترد لك، في حق ليك وهتاخده. طيب لو شفت ان الميت جاي بياكل معاك على مائدة كبيرة انت هو بس، والاكل قدامكم كتير، يبقى طولة عمر ليك للشخص اللي بياكل مع الميت ده. طيب لو شفت ان الميت بياكل مع ناس كتير وعايز يفضل ياكل، في انت في ضيقة مادية انت هتخش فيها وضيقة انت هتبقى فيها. امتى الميت يكون جاي لك وعايز صدقة؟ لما يطلب منك الاكل، يبقى عايز ياكل ومفيش اكل، ولا انت مش اديته، يبقى ده بيطلب منك صدقة، يبقى تبقى انت تطلع له صدقة على طول. طيب امتى قدر رؤية الميت؟ لما ياكل ومش يعني مش تبقى محمودة، لما يكون بياكل مع حد يعني تعبان، او في بيت حد فيه تعبان، دي بتبقى الرؤية غير محمودة. فدي رؤية الميت يا جماعة، والميت ان اداك صدق، ان اداك حاجة في ايديك تبقى خير جاي لك، ان اداك فلوس رزق جاي لك. للبنت العزباء لو اداها حاجة، تعرف ان شاء الله باذن الله خطوبة او زواج ليها او حاجة او خير داخل عليها وسعد وانا داخل عليها، لان هم في دار الحق واحنا في دار الباطل، يبقى في حق وفي حاجة كويسة عايدة عليك. الطالب لو الميت بيديله حاجة نجاح، وهيبقى نجاح كبير بقد الحاجة الهدية اللي الميت مديها له، يبقى في فرح وسعد وخير داخل عليهم ونجاح الطالب ده. فدي يا جماعة رؤية المتوفي، عشان هي جات لي كتير، والله أعلى وأعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير، فعلوا الجرس.